يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ما يسمى باليوم العالمي للدفاع المدني وللمعلم وللطفل ولنحو ذلك، ويعرض علينا في المدارس المشاركة في ذلك، فما الحكم الشرعي؟ هل نشارك فيها؟ والله ما أدري عن هذا، إذا كان هذا من باب التشبه بالكفار فلا يجوز، أما إن كان من باب التعليم، من باب التعليم وجلب المعلومات عن هذا الشيء فهذا لا بأس به في الجملة، لكن تخصيص يوم معين، تخصيص يوم معين كل سنة هذا لا يجوز التخصيص، أما أنه يعمل بعض الأيام أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة مرة من غير تعيين يوم، نعم قد يكون هذا لا بأس به من باب التعليم، نعم.